مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو هل استطاع الدكتور أو الشيخ منقذ السقار تدمير لاهوت المسيح؟ في أكثر من فيديو موجودين على يوتيوب بيحاول فيهم الدكتور منقذ السقار أنه يطعن في لاهوت المسيح ولا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح أو يسوع رب إلا بالروح القدس ومنذ أن بدأت الكنيسة ونشأت الكنيسة يوم الخمسين والهجوم على لاهوت المسيح كثير جدا على مدار تاريخ الكنيسة من أريوس ثم بعد أريوس كثيرين ثم الإسلام ك... كديانة أو كموفمنت آ... يعني آ... في كل العالم انكرت لاهوت المسيح وانكرت صلب المسيح الا انه لاهوت المسيح وطبيعه المسيح هي جوهر ايماننا المسيحي هو اله حق من اله حق مساوي للاب في الجوهر هذا الايمان عشان كده حتى الرسول يوحنا الحبيب عندما كتب بشارته كتب انجيل يوحنا قال لنا في النهايه ان هذه الامور إن آيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه كل ما كتب لنا في إنجيل يوحنا وأيضا خارج إنجيل يوحنا في الكتب المقدسة وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه ولان ابليس لا يريد ان يعطي للانسان حياه ابديه فهو عندما يطعن في لاهوت المسيح ويبعد الناس عن الايمان بطبيعه المسيح الله الذي ظهر في الجسد الله الذي هو في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله الكلمه صار جسدا وحل بيننا فعندما يطعن في طبيعه شخص المسيح هو بهذا ينجح في انه يمنع كثيرين من ان يكون لهم حياه ابديه بالايمان بشخص يسوع المسيح وبعمله الكفاري الذي صنعه من اجلنا على عود الصليب عشان كده حلقه اليوم هي رد على الدكتور منقذ السقار هي في ادعاءات كثيرة قالها وفي أمور كثيرة مغلوطة فسرها ولهذا نستطيع أن نأتي معا في حلقة من هذا البرنامج لكي ما نرد ولكي ما نبرهن ولكي ما نؤكد على أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد خلونا نأخذ أول فيديو من هذه الفيديوهات ونتكلم عن هذا الفيديو بالتفصيل بعد ما نشاهده. طيب فضلت الدكتور، السيد المسيح صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، وهو ينام، وهو يأكل، وهو يشرب، ماذا كان يعتقد بنفسه في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ ايه سبحان الله، المسيح عليه الصلاة والسلام في التو في الإنجيل وفي القرآن واحد، بمعنى أنه ما كان يدعي لنفسه إلا النبوة. الآن عندك هذا الكتاب المقدس نعم. افتح من الجلدة للجلدة لن تجد فيه نصا واحدا يدعي فيه المسيح أنه كان إلها الله أنه كان معبودا لم يقل اعبدوني ولو لمرة واحدة العلامة ديدات رحمة الله عليه أثار هذا السؤال على ستانلي شوبرج كبير قساوسة السويد وقال له أضع رأسي تحت مقصلة إذا أحضرت لي نصا واحدا يقول فيه المسيح أنا الله أو يقول اعبدوني لكن عافاه الله تبارك وتعالى من المقصله لانه لا يوجد دليل في الكتاب المقدس على هذه المسأله. لا طبعا انا مش عايز احط برضو آه يعني الدكتور منقذ سار تحت المقصله لانه في نصوص كثيره جدا وهو يعلم هذه الحقيقه واحاول النهارده اني آه يعني اشير الى نصوص كثيره جدا في الاناجيل من اقوال شخص الرب يسوع المسيح ومن افعاله تؤكد لنا طبيعه هذا الشخص العجيب انه هو الله الذي ظهر في الجسد السؤال اللي بيساله الشيخ في البدايه بيقول هل كان يسوع المسيح كويس يعتقد بنفسه في نفسه انه هو الله المتجسد وده ده سؤال مطروح هل كان المسيح يعي ده ببساطة هل كان يعي هل كان مدرك هل كان يرى نفسه على أنه فعلا الله المتجسد يعني بيسموها حتى العلماء المتحررين اللي بيشكوا في هذه الأمور أنه self understanding self understanding أو self -kind Consciousness. إدراك الوعي المدرك لشخص يسوع المسيح، هل كان يسوع المسيح يعتقد بنفسه في نفسه أنه هو الله المتجسد؟ طبعا الشيخ منقذ على طول قال له لا 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 الإيمان بالمسيح في الكتاب المقدس هو نفس الإيمان بالمسيح في القرآن الكريم وهو أيضا لا يوجد آية ولا يوجد نص كتابي ولا يوجد قول صريح أن المسيح قال أنه هو الله فخلونا نجاوب على هذا الإدعاء أول حاجة عدم قول يسوع مباشرة وده دايما المسلمين يقولوا هذه العبارة أرني أين قال المسيح إني أنا الله فاعبدوني عدم قول يسوع مباشرة أنا هو فاعبدوني لا ينفي ألوهيته فالمسيح قال أشياء كثيرة لا يمكن أن تصدر من إنسان عادي مش ممكن أبدا لم تصدر من رسول الإسلام ولا من غير رسول الإسلام ولا من أي إنسان عادي وإذا صدرت هذه الأقوال من إنسان عادي يكون إما أنه مجدف أو كذاب أو مجنون ده ثلاث احتمالات يعني اذا اذا انسان عادي قال ما قاله يسوع المسيح يا اما هيتهم بالتجديف يا اما بالكذب يا اما بالجنون. عبارات لا يمكن ان تصدر الا من الله نفسه. لما يجي شخص ويقول عبارات لا يمكن ان تصدر الا من الله نفسه يخليني اقف هل ما يقوله حق؟ او هذا الشخص مجنون؟ او هذا الشخص كذاب؟ أو هذا الشخص مجدف فخلونا نشوف بعض الأشياء التي قالها يسوع المسيح وعملها يسوع المسيح وأنا أتمنى من الشيخ منقذ أنه يرد على ما نقدمه في هذه الحلقة من نصوص كتابية محاولا أن يوضح هذه النصوص أول حاجة يرسل ملائكته المسلم والمسيح يؤمن أن الملائكة هي كائنات روحية مخلوقة لخدمة الله وهي ملك لله، ليست ملك للانسان. ما فيش انسان يستطيع ان يمتلك ملاك، ولا يستطيع انه يشتري ملاك، ولا يستطيع ان تكون الملائكه يعني تحت امره وتحت سيادته. الوحيد الذي خلقها والوحيد الذي يستخدمها، والوحيد الذي وصفت انها ملائكته هو الله وحده. هو الله وحده الموضوع ده مهم جدا ليه لان احنا بنقف قدام نصوص زي ما بقولت في نصوص كتيره وفي عبارات كتيره قالها رب المجد مش ممكن ابدا باي صوره من الصور تصدر عن انسان عادي انا لو قلتها ابقى مجدف يا اما ياخدوني عند طبيب نفسي يكشفوا علي عقليا يا اما انه ابقى انسان كذاب ما اقدرش اقول انه ارسل ملائكتي مين انت انا ان كنت انا انسان مخلوق كويس تعال نشوف بقى الرب يسوع له كل المجد الرب يسوع قال عبارات يعني تخلينا نقف قدامها نتساءل السؤال الوحيد اللي نساله لانفسنا واحنا بنقرا عبارات مثل هذه من هو هذا مين ده مين ده يقول ايه الرب يسوع وده موجود في متى 13 لما بيتكلم عن انه في حنطه وفي زوان وهيجي في نهايه الزمان يرسل ملائكته ويجمع الحنطه ويجمع الزوان والى اخر ال 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 اللي قاله الرب يسوع في متى 13 في المثل يرسل ابن الانسان طبعا هو الشيخ منقذ عنده فهم خاطئ لابن الانسان وانا هتناول هذا بالتحليل اذا الرب تأنى في الحلقه دي او الحلقات اللي جايه، عنده فهم خاطئ انه ابن الانسان يشير الى الانسان انسان عادي وهو لا يعلم ان ابن الانسان يرجع الى دانيال اصحاح سبعه وبيتكلم عن المسيا الذي هو اعظم من كونه انسان ملكوته ملكوت ابدي ما لا ينقرض وسلطانه ما لا ينتهي فهو هو له السلطان وله الملكوت الابدي فانا يعني ونتكلم عن هذا اللقب المحبب للرب يسوع الذي استخدمه الرب يسوع ليشير به عن نفسه اكثر من 79 مره في الاربع أنجيل بس كان دائما يشير الى نفسه على انه ابن الانسان ابن الانسان قد جاء ابن الانسان قد جاء ليخدم ابن الانسان يرسم ملائكته ابن الانسان يسلم ابن الانسان ياتي مع سحاب في سحاب المجد كل هذه الاشارات الى ابن الانسان حاول ناخذها بالتفصيل لكن هي تشير الى الله المتجسد إلى الكلمة الذي صار جسدا لا يمكن أبدا أن تشير إلى إنسان عادي سواء بفكر اليهود القديم أو بفكر الكنيسة في العهد الجديد فهو بيتكلم هنا عن نفسه يقول إيه يرسل ابن الإنسان خلوا بالكم الإعبار اللي جاية مين اللي يرسله ابن الإنسان ما لقالش ملائكة الله لو قال مثلا انه ابن الانسان يرسل ملائكه الله ممكن نقول انه الله اعطاه السلطان فممكن يستخدمهم يرسلهم لا ده بيقول باللفظ هذه الملائكه هي ملائكته تاء الملكيه دي بتاعته طب مين اللي اوجد الملائكه؟ مين اللي خلقهم؟ الله الرب يسوع هنا بيقول انه يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته، خلوا بالكم ملائكته وايه؟ وملكوته، الملكوت معروف جدا انه ملكوت الله، حيثما يملك الله ويسود الله على العالم وعلى الكون، فهنا بيقول يرسل ملائكته فيجمعون من ملكوته الملكيه، جميع المعاثر وفاعلي الاثم ويطرحونهم في اتون النار. يبقى مين اللي يرسل؟ ابن الانسان. يرسل من؟ يرسل ملائكته. وانا عايز الشيخ منقذ السقار يفسر لي الايه دي ويقول لي هل المسيح فعلا يرسل ملائكته وهل الملائكه فعلا هي ملكا له وهو الذي خلقها واوجدها لتتميم مقاصده ولا لا؟ وليه سلطان عليها انه يرسلها. وانه يامرها وانها تتمم مشيئته. كويس؟ هذا الكلام مش ممكن يصدر من انسان. مش ممكن. اه يعني دايما السؤال أرني أين قال المسيح إن الله فاعبدوني. أهو يا شيخ منقذ أهو هنا في النص ده. قال وادعى وقال وصف نفسه بأنه هو يا الذي له الملائكه والذي له الملكوت هو الذي يقرر مصير الانسان وهنشوف اكثر من نص بهذا الامر يقرر مصير الانسان يقرر من هو الصالح ومن هو الشرير ويحكم على الصالح بالحياه ويحكم على الشرير بالهلاك فالنص ده بيقول في يسوع المسيح له كل المجد صراحه اني انا هو الله شوفوا. نعلم جيدا ان الملائكة زي ما قلت هي كائنات روحية مخلوقة لخدمة الله ولا يستطيع انسان ان يمتلك هذه الكائنات فهي فقط في خدمة الله ولتحقيق مقاصده ولهذا يقول الكتاب انها ملائكة الله يعني في نصوص اخرى عندنا في الكتاب المقدس هذه الملائكة وصفت بانها ملائكة الله لكن الرب يسوع له كل المجد في متى 13 قال انه يرسل ملائكته هو ابن الانسان اللي هذه الملائكه هي بتاعته فيرسلها. يرسل ملائكه هذه الملائكه هي ملائكه الله اذا كان ابن الانسان بيرسل ملائكته واذا كانت الملائكه في الكتاب المقدس هي ملائكه الله يبقى الاستنتاج الطبيعي ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ما ملهاش ملهاش تفسير تاني ملهاش تفسير تاني ده التفسير الوحيد وإلا يبقى يسوع المسيح له كل المجد وحاشا له أن يكون هذا مجدف وإلا أن يكون يسوع المسيح له كل المجد وحاشا له أيضا كذاب وإلا يبقى مختل عقليا بس في في احتمال بقى كبير انه يكون حقيقي وده مش احتمال ده الاكيد يعني انا بحط الاحتمالات دي عشان بس انت تفكر فيها لكن انا بقولك ده اكيد لأنه لا يمكن لهذا الإنسان يسوع المسيح الذي عاش على أرضنا أن يكون مجدف ولا يكون كذاب ولا يكون مجنون لأنه لا يستطيع إنسان مجدف وكذاب ومجنون يفعل ما قد فعله يسوع ويعلم ما قد علم به يسوع مش ممكن ما يتحطش لكن اللي يقول ملائكته يبقى التأكيد والحقيقة الأكيدة أن يسوع المسيح هو ابن الإنسان الله الظاهر في الجسد الكلمة الذي حل بيننا صار جسدا وحل بيننا أو اتخذ جسدا وحل بيننا أرجو أن النقطة دي تكون واضحة لأنه أنا ما أعتقدش أن المسلم عنده إجابة وما يعرفش ما عندوش إجابة ما يقدرش يرد على نص زي كده وعشان كده النص اللي زي كده تجنبه الدكتور منقذ السقار ويتجنبوا اي شخص مسلم اخر يناقش فيه لاهوت المسيح، وانا هجيب نصوص كثيره يمكن مش معتدين عليها او مش بنستخدمها دايما في الكلام عن لاهوت المسيح، بس دي براهين اكيده على لاهوت المسيح. كويس دي دي النقطه كمان نقطه اخرى ان يقول يسوع ان الملائكه هي ملائكته قول لا يمكن ان يصدر من انسان عادي مثلي ومثلك زي ما قلت. في نفس الايه يتحدث يسوع المسيح لا كل المجد عن ملكوته هو فيجمعون من ملكوته أكأن العالم كله هو ملكوت المسيح مع أنه هو ملكوت الله كويس فالملكوت هو ملكوت الله وليس ملكوت إنسان لكن أن ينسب يسوع الملائكة له وكذلك ينسب الملكوت له يؤكد انه يعادل نفسه بالله هذا الفكر الذي اذا دعاه اي انسان عادي يكون اول شيء انه مجدف. وده الفهم الخاطئ الذي كان دائما اليهود امام هذه الاعلانات التي كان ينطق بها يسوع عن شخصه كان اول حاجه يجي فكرهم انه هو مجدف مرات ومرات كانوا يريدون أن يقتلوه مرات ومرات كانوا بيمسكوا حجاره علشان يرجموه لأنه قال أشياء لا يستطيع إنسان ولم يوجد إنسان على وجه هذه الأرض قالها أو علم بها أو عملها أو عاشها طيب يبقى في نقاشنا عن لاهوت المسيح شفنا انه هل كان المسيح يعي بقى هو ده السؤال هل كان يعي في ذاته كان مدركا لذاته يعني انا اوصل الفكره دي اكتر لو 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 في امير مثلا كويس هذا الامير لانه يعي انه من الاسره الملكه لانه يعي انه امير مختلف عن بقيه الناس فكلامه وتصرفاته بتعكس هذا سؤال بقى هل كان يسوع يعي انه فعلا ابن الله الظاهر في الجسد؟ النص نفسه اللي اتكلم عن الملائكه اكبر دليل على ان يسوع كان يعي انه الله الظاهر في الجسد اذ ينسب الملائكه له وينسب الملكوت له. ده واحده من الشواهد الكثير اللي هنتكلم عنها. طيب أنقل لنقطة أخرى. سأتمنى إن النقطة دي تكون وضحت لحضراتكم. مش المسيح بس اللي يرسل ملائكته وهو يمتلك الملائكة ويأمرها وتخضع له وتتمم مشيئته ومقاصده. لكن كمان المسيح ديان. ديان. الكتاب المقدس من أوله إلى آخره ينسب عمل الدينونة إلى الله. يعني حتى إبراهيم لما الله كان بيكلمه على هلاك سدوم وعموره وتنفيذ الدينونة على سدوم وعموره يقول أديان كل الأرض بيتكلم عن الله. هو ديان كل الأرض. للرب الأرض والمسكونة وكل الساكنين فيها. فهو ديان كل الارض. ليه ديان كل الارض؟ لانه هو الخالق. هو الخالق، هو الذي قال فكان، هو الذي امر فصار، هو الخالق. ولاجل هذا هو وحده الذي له حق الدينونه. هو غير مخلوق. نيجي هنا الى عمل الدينونه. للرب يسوع المسيح. شوف النص الكتابي نص الكتابي يقول لنا في متى 25 الرب يسوع كان قاعد على جبل الزيتون مع تلاميذه ده الحديث الاخير للرب قبل ما يعني اسبوع الالام ويصلب ويتكلم عن قبل موته اتكلم عن مجيئه الثاني ويتكلم عن آه علامات مجيء ابن الانسان، يتكلم عن الامور دي كلها في متى 24 ومتى 25. كويس؟ يقول له كل المجد ايه؟ خلوا بالكم من الكلمات لانه شوفوا الكلمه اللي نطق بها يسوع واللي مكتوبه في الكتاب المقدس مهمه جدا. كل كلمه يعني يعني انا اؤمن بالوحي اللفظي، اؤمن ان الله قصد ان هذه الكلمه تكون وهو الذي ارشد وهو الذي حفظ وهو الذي سيطر وساد على الكاتب سواء متى او مرقس او لوقا او يوحنا او اي كاتب في الكتاب المقدس انه يكتب ما يريد الله ان يكتب. الله هو عشان كده كل كلمه مسجله لنا مهمه جدا. وما فيش كلمة محطوطة في الكتاب المقدس مجرد يعني اعتباطا أو كده بلا قيمة يقول الرب يسوع ومتى جاء مرة تانية يا شيخ منقذ عبد منقذ السقار مرة تانية ابن الإنسان وأنا أتمنى أن أنت يعني تعمل دراسة عن ابن الإنسان ومتى جاء ابن الإنسان لا يشير إلى إلى إنسان عادي لا يشير إلى مجرد شخص عادي لكن يشير إلى الكلمة الذي صار جسدا المسيا الذي له ملكوت أبدي وسلطان ما لا ينتهي في دانيال سبعة و13 و14 ومتى جاء ابن الإنسان في مجده خلوا بالكم يأتي في إيه مجده يعني ابن الإنسان عنده إيه مجد ده الرب قال في القديم مجدي لا أعطيه لآخر ابن الإنسان يأتي في مجده في جلاله في بهائه وكلمة كلمة مجد معناها يعني سواء في, في, في اللغة العبرية تعني كفود بمعنى ثقل لما يكون لما تكون قاعد في محضر شخص عظيم تقول هذا الشخص له ثقل تقيل له وزن هو يأتي في مجده وجميع الملائكة القديسين خلوا بالكم معه دول خدام اللي اتكلم عنه وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده يبقى هو عنده مجد وجميع الملائكة القديسين بتوعه خدامه ويجلس على كرسي مجده مجده هو كديان لكل الأرض كويس ويجمع امامه جميع الشعوب ايه او يجتمع امامه جميع الشعوب كل الشعوب تجتمع قدامه فيميز لا يستطيع احد ان يميز ما في القلوب الا شخص الله هيميز على اي اساس كويس فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء النص ده مهم جدا 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 النص ده انا زي ما قلت بتحدى شيخ منقذ في النص الاولاني اللي بيتكلم فيه عن ملائكته ويشوف ازاي ان المسيح كان مدركا لمن هو لطبيعه شخصه لان هو الله المتجسد كان يعلم هذا جيدا وكان في كلامه وفي حياته وفي تعليمه وفي كل ما قاله يؤكد على هذه الحقيقه. مش كده الكلام ده يقول ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكه القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده، كرسي الدينونه. قل لي بقى اخويا المسلم اللي انت بتسمع ازاي تحكم على المسيح من هذا النص؟ تحكم عليه ازاي؟ هتقول لي لا ما هو الله ها عز وجل الله اعطى له هذه الاحقيه هذا الاختصاص واحنا دايما نسال السؤال ده لماذا أخص الله شخص المسيح بأخص خصوصياته. مفيش حد تاني. طب طب ليه ليه مش رسول الإسلام؟ اللي بتقول ان هو يعني خاتم الرسل والأنبياء. ما هو مفيش مفيش يبقى أحسن من كده. ليه مش موسى؟ ليه مش ايليا؟ ليه مش يوحنا المعمدان؟ للمسيح وحده. اللي في المسيح مختلف. اللي في المسيح عجيب. ايه الطبيعة بتاعته اللي تخليه يقوم بأعمال الله نفسه. يجلس على كرسي مجده. ويميز. ويجتمع أمامه جميع الشعوب. ما هو العقل ما ينفعش ده يتطبق على انسان بالعقل ما ينفعش ده الكلام ده يتطبق على انسان ولو قال الكلام ده اي انسان عادي يبقى مجنون وحاشا للرب يسوع هذا انا بقول الكلام ده لا بقول الكلام ده لانه لا لاهوت المسيح ليس بدعه مش بدعه اخترعتها الكنيسه زي ما بيدعى البعض مش مش الكنيسه حبت تعظم يسوع المسيح فنسبت اليه الالوهيه مش حاجه تطورت مع الوقت انه الرب يسوع كان انسان عادي وبعدين مع مرور الوقت ودخول الكنيسه وسط العالم الروماني واليوناني وانتشار الفلسفه والوثنيه اليونانيه القديمه والايمان بتجسد الالهه الى اخره جعل من المسيحيه انها تخترع اسطوره وتجعل المسيح اسطوره وكانها تقدم المسيح وتؤله المسيح. ولم يكن تاليه المسيح بقرار من مجمع نقيه. لكن الوهيه المسيح بدات من فم المسيح نفسه من اعلاناته هو عن نفسه مش من اختراع انسان فالكنيسه الاولى كنيسه يهوديه وتلاميذ المسيح كلهم كانوا يهود وبالنسبه لليهودي الشرك بالله أو الزنا الروحي عبادة الأوثان من أبشع الخطايا اللي بسببها بتأتي دينونة الله. لا يكن لك آل آلهة أخرى أمامي لا تعبدهن لا تسجد لهن لا تصنع لك تمثالا منحوتا مما في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. الرب إلهك تعبد وإياه وحده تسجد. ده بالنسبة لتلاميذ المسيح، وبالنسبة أيضاً ليسوع المسيح نفسه. الذي نشأ في اليهودية. لكن يجي يقول الكلام ده أحبائي. يخلينا نقف قدام هذا الكلام ونقول مين ده؟ مين ده؟ إيه طبيعته؟ بأي سلطان يقول ما يقوله؟ وبأي سلطان يفعل ما يفعله؟ فده ده ده سؤال مهم جدا يبقى هنا المسيح الديان يأتي في مجده يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب كويس؟ ده ده نقطه مهمه جدا يبقى اتكلمنا عن النقطه الاولانيه المسيح وملائكته له الملائكه له الملكوت والمسيح ايضا الديان دول نصين بس من نصوص كتير جدا في الكتاب المقدس نحتاج الى وقت ووقت ووقت علشان نقدمهم لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا عن لاهوت المسيح مرحبا بكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين في برنامجكم عبر الكتاب. كنا بنتكلم كنا بنتكلم قبل الفاصل عن براهين لاهوت المسيح وهل فعلا كان يسوع المسيح يعلم ويعي طبيعة شخصه أم لا؟ أو بحسب ما كان يدعي أو ما زال يدعي بعض الـ 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 الناس أنه أرني أين قال المسيح إني الله فاعبدوني. تكلمنا عن أول نص من النصوص أن المسيح يرسل ملائكته فالملائكة دي مش بتاعة إنسان الوحيد الذي له الملائكة كخدام هو شخص الله حاجة تانية المسيح الديان الذي يأتي في مجده مع ملائكته ويجتمع أمامه أو أمام كرسي مجده كل الشعوب ويميز بمعنى أنه يحكم على ما في القلوب الديان العادل وقلنا انه مش ممكن ابدا هذه الكلمات تخرج من فم انسان عادي والا يكون هذا الانسان مجدف كذاب او مجنون. لكن المسيح هو الله الحقيقي. طيب في مداخله قبل ما نكلم نكمل ناخذ الاخ عبد الله من المغرب. اهلا وسهلا اخ عزمي اهلا وسهلا بيك يا اخ عبد الله ازيك ازيك انت عامل ايه؟ الحمد لله الله يخليك انت بتتكلم مصري ها؟ شوية <applause> شوية نعم طيب اوكي تفضل عندك سؤال اخ <applause> اوكي اخ بالنسبة للاخوة المسيحيين الاقباط ايوه الذين اسلموا الذين ايه؟ اسلموا آه. اسلموا ايوه تبين لهم معجزات القران الكريم ومن ضمنها ملتقى البحرين هو منظر رائع بينما الحاج لا بغياب تسلم ما أنت طيب. انتم لا تسلمون؟ طيب انا هسالك ما... اوكي أنا طيب انا بس عايز اسالك أوكي. سؤال اسالك خليك معايا خليك معايا انت حضرتك سمعت حضرتك سمعت الجزء الاولاني من الحلقه؟ لا ما سمعت لا والله كنت طيب سمعت. هل هل انا هقرا لك ايه هقرا لك ايه او كلام قاله السيد المسيح كويس؟ و... وقول لي وقول لي الكلام ده ينفع يخرج من انسان ولا ما ينفعش يخرج من انسان معايا نعم، فانا نعم. اوكي يقول كده الرب يسوع انه يرسل ملائكته الملائكه بينسبها الى نفسه بتاعته فهل هل يمكن لانسان انه يمتلك الملائكه وتخضع له وتكون بتاعته ملكا له تحقق ما تري ما يريده هو؟ انسان عادي؟ يا اخي عزمي ايوه انا بس انا جاوبني على السؤال ده انا هجاوبك جاوبك ايوه الناس عندكم عندهم المعجزات، المعجزات لي بالنسبه لي يعني المعجزات ليس كل شيء ليس ليس هو افضل من الناس يعني عندهم معجزات فهناك الجزائر عندهم اكبر من معجزات okay. اوكي طيب في فرق في فرق في فرق خليني اعطيك خليني اعطيك طيب ماشي خليني اكمل وبالنسبه لوين جاتو كانت معجزه يعني من عذراء هناك الله وجدت من رجل حتى وليست حتى من امراه ان وجدت من رجل ولا ولا هذه القبيل لم يقولوا ان امنا بنت الله okay. اوكي طيب خليني طب هس... 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 انا اسالك ممكن ممكن انا بس خلي... ما خلينا نتكلم مع بعض يعني خلي الحوار حوار ثنائي كويس انا اولا ممكن بشكرك ممكن انك ممكن. بتتصل دي حاجه كويسه ويعني بعتبرك من يعني المشاهدين للبرنامج قل لي لماذا لم ينسب احد من الملا من ال... من الرسل والانبياء لم ينسب احد لنفسه ان الملائكه ملائكته وانه هو الذي سيرسل الملائكه وانه هو الذي سيجلس على كرسي مجده وهو الذي تجتمع تجتمع امامه كل الشعوب ويميز ويدين الكل لماذا لماذا ليس رسول الاسلام اوكي اليهود كتبوا اليهود ازاي؟ اليهود اولا اليهود اليهود اولا كتبوا العهد القديم كويس؟ والعهد القديم كتبوا الت... كل شيء العهد مين اللي كتب الديانه المسيحيه؟ طيب مين اللي كتب الديانه المسيحيه؟ بطرس يعني بترس. يعني اليهودي اوكي يعني يعني الكلام اللي انت بتقراه في الاناجيل ده انت مش مصدقه ما دام بيتعارض مع القران ما دام من القضاء وكيف به ان يخلص المسيحيين؟ يا 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 اخ عبد الله من ان يخلص نفسه من الاثار التي في بطنه <applause> كويس <applause> يا اخ عبد الله انت للاسف انت يعني جايب الفكر <applause> جايب جاي الفكر الاسلامي كل ما لا تجده في الانجيل يتماشى مع القران يبقى محرف يبقى مزور هو مين اللي جه الاول الانجيل جه الاول ولا القران جه الاول سنه الانبياء كلهم جاؤوا بتوحيد الله لا شريك له لا, لا طيب. شريك له وهل هل هل حضرتك هل حضرتك تعرف انه الايمان المسيحي هو ايمان بالله الواحد؟ عندكم ثلاثة آلهة، ليس اله واحد ثلاثة آلهة ده لا 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 خالص انت انت حضرتك ما يعني للاسف فكرك عن المسيحية انها ثلاث الهه ده فكر مغلوط ولا عمر الايمان المسيحي بينادي بثلاث الهه ولا بينادي بعباده ثلاث آه الهه عندنا اله واحد حتى الرب يسوع واحد نفسه يعني هذا على الناس لا, لا لا لا, لا, لا. هذا. هو, هو, ع... هو حضرتك بس عدم فهم لطبيعه الثالوث وانا ان شاء الله احاول اخد حلقه او اتنين اشرح فيها يعني ايه الثالوث يعني ايه الله واحد مثلث الاقانيم لأن المشكلة عندك يا أخ عبد الله أنه أنت كل الفكر الإسلامي عن الثالوث هو كانت بدعة وكانت هرطقة وحريبتها المسيحية ولا نؤمن بها لكن نحن نؤمن أن الله واحد في طبيعته واحد في جوهره واحد لكن هذا الإله الواحد هو مثلث الأقانيم له ذات له كلمة له روح قدس يعني انا بشكرك لاجل اتصالك واتمنى انك يعني تتواصل معنا في حلقات اخرى طيب اجل جزء اخر بقى وانا عايز اسال الاخ عبد الله برده وهو بيشاهدنا هذا السؤال لمن يعطى حق غفران الخطايا غفران الخطايا ده موضوع مهم جدا وعشان كده خليني قبل ما اتكلم عن النقطه دي نسمع فيديو للدكتور منقذ السقار وهو بيتكلم عن غفران المسيح للخطايا وكاني كلما فتحت بابا سده فضيله الدكتور بسده لا حيله لي فيها فربما اتذكر الان امر اساله فيه فلعل وعسى وانا اساله بلسان المشاهد المسيحي الان اللي بيقول في حاجه انتم ما قلتوهاش في حاجه انتم نسينها انا عارف ايه هي هات السيد المسيح كان بيغفر الذنوب المسيح كان يغفر الذنوب اه طيب ماشي المسيح عليه الصلاه والسلام لم يقول انا اغفر الذنوب دعني اقرا لك النص في لوقا 7 على 46 قال للمفلوج وقال ايضا في قصه المراه الزانيه التي دهنت رجله بالطيب مغفورة لك خطاياك مغفورة لك خطاياك ما قال أنا غفرت خطاياك فهذا إخبار عن حال وليس إخبار عن فعله عليه الصلاة والسلام أيضا في المفلوج قصة المفلوج في متى تسعة على ثمانية ماذا قال له قال له مغفورة لك خطاياك يا بني مغفورة ما قال أنا غفرت لكن دعني أقول بأن المسيح دعني أقول فرضا وجدلا بأن المسيح قال أنا غفرت لك خطاياك. المسيح عليه الصلاة والسلام يكمل في قصة المفلوج يقول م. ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. م. هو غفر الخطايا بسلطان الله أم بسلطانه؟ بسلطان الله. أيوه الله أعطى ابن الإنسان لكي تعلموا أن ابن الإنسان لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا طيب طبعا شايفين هو بيحاول يهرب من الإجابة على السؤال ده بيحاول أنه بشتى الطرق يجد مخرج لأنه هو في موقف صعب جدا بيقول لك أنه المسيح كان يخبر عن حالة وليس إخبار عن فعل يعني لما قال مغفورة لخطاياك كان بيخبر المفلوج أنه حالتك يا ابني خلاص غفرت خطاياك وليس عن فعل لأنه لم يقل أنا بقول بقول لك أنا غفرت خطاياك طبعا ده كله محاولة للهروب من مواجهة النص نفسه ومواجهة اللي عمله يسوع المسيح وهو ما قدرش حتى يفهم رد فعل اليهود يعني, يعني يعني اليهود اللي كانوا بيسمعوا إعلام يسوع المسيح هذا وكلامه للمفلوج كويس انه مغفورة لخطاياك هم ازاي فهموا ان اللي قاله المسيح هو تجديف وانه جعل نفسه مساوي للاب وانه اخذ سلطان ليس من حقه بل هو سلطان الله، شوفوا خلينا نرجع للنص لان النص هيجاوبنا عن اشياء كثيره، فلما راى يسوع ايمانهم راى الاربعه اللي كانوا شايلين المفلوج آه وفي مرقص اصحاح يقول فلما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا ابني مغفورة لك خطاياك طبعا هو عايز تكون مكتوبة يا ابني أنا أقول لك وأنا أغفر خطاياك يعني وكان قوم من الكتبة هناك جالسين كتبة جالسين فهموا إيه بقى الكتبة دول وهم دول بقى معلمين الشعب وعارف الناموس والمدققين في الشريعة والعلماء بتوع اليهود كويس فلما ف... وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم اول ما سمعوا كلام المسيح اللي بيقول يا ابني مغفوره لك خطاياك اول ما سمعوا العباره دي بداوا يفكروا في قلوبهم قالوا بيه ايه وهم بيفكروا في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف يعني يا ريتك يا شيخ منقذ كنت فهمت زي ما فهم اليهود انت بتحاول تهرب من النص كويس اليهود لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف اعتبروا قول المسيح يبني مغفوره لا خطاياك انه اخذ عمل من اعمال الله واعتبروا هذا تجديف من يقدر خلوا بالكم من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده ده اليهود العلماء فهموا كده اللي كانوا بيسمعوا كلام المسيح يبقى يبقى اللي قالوا المسيح مش اخبار عن حاله ده سر يعني اقول ده كذب وده يعني التواء للنص الكتابي تجعله يقول ما تريد ان ان يقوله النص عشان تهرب منه لا الحقيقة إنه اللي قالوا المسيح كان صدمة لمعلمين اليهود لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون دي حاجة تانية أنت برضو مش قادر تقف قدامها في النص أنه كان يعلم ما في القلوب قبل ان ينطق بها هو يعلم ما يدور في افكارهم اليس هذا هو عمل الله اين اهرب من روحك ومن وجهك اين اهرب او اين اختفي اليس هذا هو ما يقوله الكتاب المقدس عن الله انه فاحص الكلى ومختبر القلوب وان كل شيء عريان ومكشوف قدامه للوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم يعني أنا نفسي نعيش جوه الحدث نفسه وكأننا واقفين بنشاهد المعجزة لأول مرة إنسان مفلوج جابوه قدام المسيح نظر إليهم وشاف قد ايه عندهم ايمان انه هو يستطيع ان يشفيه ولانه يعلم ان داء هذا الانسان ليس المرض لكنه الخطيه فقال يا ابني مغفوره لك خطاياك والناس اللي بتسمع ولم تعبر بكلمات لكن كان في قلوبها مين دون اللي يغفر الخطايا لماذا بيتكلم هذا بتجديف؟ ليه ليه يا شيخ منقذ عديت النص ده؟ ليه عديت كلام اليهود؟ لانه مش هيتماشى معاك. لانك مش هتعرف ترد عليه. كويس؟ حاجة اللي بعد كده الرب يسوع قال لهم بقى ايما أيوة ايسر هو عارف ما في قلوبهم فسالهم سؤال ايه الشيء السهل؟ ايهما اسهل؟ أن يقال المفلوج مغفورة لا خطاياك أم أن يقال قم واحمل السهل قوي أنه يتقال له قم واحمل سرك وامشي بس ده علاج لمظاهر الحقيقية للمرض الحقيقي وهو الخطية لكن المسيح تعامل مع الداء الحقيقي اللي عند هذا الإنسان وهو الخطية كلهم شافوا انه ده مفلوج لكن ما فيش حد شاف انه نقطة الضعف في هذا الانسان مش المرض الجسدي لكنه الخطية ويحتاج الى غفران الخطية ايهما ايسر ان يقال مغفورة لا خطاياك ام ان يقال قم واحمل سر ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطاناً ما قالش هنا ان لابن الانسان او ان الله قد اعطى لابن الانسان سلطان زي ما هو بيحاول يقولها في في الفيديو هو بيقول لك انه هذا السلطان منه ولا من الله هو هذا السلطان من الله معطى له لا 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 طب ليه لما الله اعطى له السلطان دوًا ليه ما اعطاهوش لخاتم الانبياء والمرسلين؟ ليه ليه الله يعطي لشخص سلطان لغفران الخطايا والله هو وحده الذي له هذا الحق لأن الخطية أولا وأخيرا موجهة ضد الله مش ضد إنسان إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت فهو بالتالي وحده الذي له الحق في غفران الخطايا هنا بيقول إيه ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان مرة تانية ابن الإنسان يا دكتور منقذ لا تعني إنسان عادي لا بالفكر اليهودي ولا بالفكر المسيحي أن الابن سلطانا على الأرض يبقى عنده سلطان على في السماء لكن كمان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا قل لي يا اخ عبد الله مين مين عنده حق غفران الخطايا؟ هتقول لي النص ده مزور ومحرف لانه مش قادرين تواجهوا الحقيقه اللي قالها يسوع عن نفسه ان هو الله الظاهر في الجسد. لا تنتهي الحكايه بقى عند هذا الحد يعني لما نقرا اللي إنجيل مرقص الرواية ما انتهتش أو الحدث ما انتهاش إنه الرب يسوع وبخهم وقال لهم علشان لكي تعلموا أن الإبن الإنسان سلطانا العرض أن يخفي الخطايا ما انتهتش عن كده فعندما عرف يسوع ما في قلوبهم لم يقل لهم أنتم على حق يعني 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 لو 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 اللي كان بيقولوا يسوع ليس حق من حقوقه كان ممكن يقول لهم على فكرة أنتم على حق أنا غلطان وانا غلط لاني اخذت حق من حقوق الله وانا سابته لنفسي بل يقول الكتاب المقدس ان يسوع قال لهم لماذا تفكرون بمعنى لماذا تفكرون عكس ما اعلن لكم وعارف اللي في قلبهم ايوم ايسر ان يقال مفلوج مغفور لا ام يقال قم واحمل سريرك وامشي يبقى دي تالت حاجة ده تالت نص بنقدمه للشيخ منقذ واللي بيحاول انه يلف حوالين النصوص الكتابية لجعلها تتماشى مع فكره ومع ايمانه ان يسوع المسيح مجرد انسان طيب رابع حاجة يبقى كلمنا عن المسيح وملائكته كلمنا عن المسيح الديان كلمنا عن المسيح غافل الخطايا النقطة دي مهمة المسيح يقيم من الأموات يقيم الاموات انا مش بتكلم بس عن المعجزات الثلاث اللي... معجزات اللي اللي صنعهم المسيح في إقا... إقامة الأموات ابن تيروس وابن الأرملة والعازر لكن هتكلم عن حاجة مهمة جدا رب يسوع في كلامه في يوحنا خمسة بعد ما شفى المفلوج ودار بينه وبين اليهود حوار وفي شد ويعني كلاش بين فكرهم وبين ما يقوله عن نفسه ويعلن عن نفسه حاجة من الحاجات اللي قالها الرب يسوع إنه قال لا تتعجبوا لا تتعجبوا من هذا يبقى في أمر ممكن هيقولوا هيثير عندهم التعجب والإندهاش لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته صوت مين هنا صوت يسوع خلوا بالكم بل... خلو الكلام لانه الكلام ده مهم جدا الكلام ده عزيزي المشاهد مرتبط ب فعلا بابديتك لانه لا يوجد خلاص بعيد عن شخص يسوع المسيح ومن له المسيح مخلص ورب على حياته له حياه ابديه. ابليس من البدايه بيحاول انه يطمس عيونكم وعيوننا على اننا لا نرى طبيعه المسيح فنقضي حياتنا كلها على الارض بدون الايمان به فنهلك ويكون لنا هلاك ابدي. لكن هنا يقول لا تتعجبوا من هذا فانه تاتي ساعه وهي ساعه الدينونه الاخيره. فانها تاتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته طب انت بقى لو انسان روح كده في مكان في قبور واقعد نادي من هنا لبكره شوف كم واحد يطلع غالبا غالبا العفاريت هي اللي هتطلع وهتهرب مين مين اللي يقف وينادي وجميع الذين في القبور يسمعون صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه نص ده يعني عجيب كلام المسيح ده كلام عجيب مين ده دا؟ وده دايما السؤال اللي دايما نساله واحنا بنقرا مين ده مين اللي هيقف في نهايه الزمان ويسمع جميع الذين في القبور صوته ويقوموا ويكون سماع الصوت هو الامر الالهي لهم بالقيامه شوفوا كمان في الساعه التي عينها الله للدينونه سيسمع جميع الذين في القبور صوته اي صوت المسيح طيب ماذا عن الذين تحللت اجسادهم الاف السنين ولا مئات السنين ولم يبق منهم شيء ياما في مقابر على مر التاريخ اتغيرت وتشالت, الـ وتشالت الـ العظام اللي فيها وترمت في حتت وما نعرفش ده عظمه فين وده عظمه فين وده تحلل وده تحلل ماذا عن هؤلاء مين هيقيمهم كلمة المسيح اللي هينطق بيها المسيح هيأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور فصوت المسيح يحيي الأموات ويقيمهم من قبورهم طب خليني أسألك سؤال تاني ماذا عن الذين تحللت أجسادهم وأكلها السمك في البحر هيقوموا برضو هيقوموا خلينا ناخد مداخلة لانه عندنا وقت قصير جدا ونكمل مع بعض. مين؟ الو؟ جورج سلام الرب سلام الرب يسوع دكتور اهلين أسلح. بيك اخ جورج انا اسف بيك شوي متاخر انا بس كان لي تعليق يعني اول كلمة بدي اقولها للشيخ بالكتاب المقدس مكتوب انه إن لم يكن من الروح القدس قد أعلن لأي شخص يستحيل أن يؤمن طبعًا. بالأب والإبن والروح القدس مم. ولكن البرهان كبير جدا موجود في الكتاب المقدس في خاصة في إنجيل يوحنا يقول هون يقول ليس أحد رأى الآب في يوحنا ستة ستة واربعين ليس أحد رأى الآب إلا الذي من الله مم. هذا قد رأى الآب الحق حق اقول لكم من يؤمن بي فله حياه ابديه. أيوة. طيب اذا هو يا شيخ مم. اذا ما بيكون هو الله يقول يؤمن في معناتها حاشا للمسيح اما ان يكذب واما فانه ليس اله. صح. فيقول في من امن بي ما عم بيقول من امن في الله مم. يقول من امن بي. مم. بعدين من هو النور؟ يقول في في يوحنا السبعه يقول ترى كلمهم يسوع ايضا قائلا أنا هو نور الحياة من يتبعني فلا يمشي بالظلمة بل يكون له نور الحياة من هو نور الحياة وبعدين بدي أقول كلمة للشيخ يا شيخي إذا أنت تؤمن بمحمد رسول الله وتقول هو خير من أرسل للأمة إذا كان هو خير من أرسل إن الله لا يرسل أحدا أقل من الآخر لما أرسل كما تؤمنون بأن المسيح سيأتي ايوه فاما ان يكون المسيح هو خير من محمد واما فمحمد ليس له مكان. أشكره. واحده من الاثنتين واكتفي بهذا والبراهين أيوه. كثيرة أشكرك. جدا. اشكرك يا اخي أشكر. جورج اشكرك حبيبي شكرا ليك. طيب انا قدامي بس دقيقتين هحاول اخلص فيهم الجزء ده احنا نكلم عن القيامه فمن هو هذا الذي صوته يقيم جميع الذين في القبور؟ لو انا بسمع الكلام ده الرب وب... يسوع بيقول انه هتاتي ساعه يسمع فيها جميع الذين في القبور صوت ابن الانسان، يتكلم عن نفسه. اقول طب قدم لي برهان. ما هو ما ينفعش تقول الكلام ده بدون ان تقدم برهان. البرهان عندما وقف يسوع المسيح خارج قبر لعاذر وقال لعاذر هلم خارجا. العاذر الذي كان قد انتم في القبر قام من بين الاموات وخرج من القبر فبمثل هذه القوة التي بكلمة المسيح خرج العاذر من الأموات وقام الأموات سيأتي ساعة أيضا فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته كل الذين في القبور سيسمعون صوته فهو الذي يقيم من الأموات وهذا العمل ليس عمل انسان هذا هو عمل الله وحده اختصاص الله وحده يبقى انا عندي حاجات كثيره كان نفسي ان انا يعني اطول شويه واقدم بعض النصوص الاخرى لكن هنكمل لكن هنكمل هنكمل الموضوع ده في الحلقة الـ الـ القادمة بإذن الرب. عشان كده أحبائي المشاهدين المسيح هو هو الذي له الملائكة، المسيح هو الديان. المسيح هو الذي أيضا يقيم من بين الأموات، المسيح هو الذي يغفر الخطايا. هذا هو إيماننا. هذا هو إيماننا وهذه ثقتنا ولأجل هذا سنكمل مع معه إلى الأبدية إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم ونلقاكم الأسبوع القادم